يلا امي يلا. ها اهلين ام حسان. اهلين يا ام هادي، شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، كيفك وكيف هزار؟ الحمد لله كثير مناح. وانت شو اخبارك؟ شو اخبار جامعتك؟ تمام الحمد لله، بقى لي سنه وبتخرج. انت ما بينخاف عليك، من صغرك شاطر. شو شايفه هبه مالها بالمدرسه؟ ايه هبه بالبيت اليوم معطله، بتعرفي طلاب البكالوريا ما بيحبوا كثير يداوموا. وكيف تحضيراتك للفحص؟ ماشي حالة الحمد لله، بس عندها مشكلة بالعربي، ماني عرفانة شو بدي أعمل، عكس أختها تماما. ضاعت ولقيناها. هي هادي بدرسها، شو نسيتي إنه عم يدرس أدب عربي؟ إيه مزبوط، عن جد بتقدر تدرسها؟ أمي يلا تأخرنا. يلا، شو قلت خالته؟ إيه خالته تكرم عينك. إيه يلا بالإذن. الله معكم. يلا أمي. أمي أم هادي وابنها أنا بثق فيهم من 20 سنة، شو بكي؟ امشي خلاص. إن شاء الله ما يبلع هالطلة شو حلوة. مسألة وشايفة حاله وما بعرف على شو. أمي والله العظيم أنت بتحطيني بكل موقف بده حلم الله. جبنا لك امي، رح نخطبها. هني كم درس مشان ام حسان، بعدين مين قال لك انه شايفه حالها؟ هلا بزمتك شفتي فرق السلام بين اختها هزار وهي؟ يا امي رب العالمين، خلق اختين ما خلق طبعين، وبيقولوا هبه طال على ابوها وهزار طال على امها. يا الله يرحم ابوه على هالتخلفه. خلصنا بقى، رح ساوي غدا. الله يعطيك العافيه. متى ستعرف كم أهواك يا رجل؟ أبيع من أجله الدنيا وما فيها. يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها، وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك فوق الماء أنقشها، وللعناقيد والأقداح أسقيها. أنا أحبك يا سيفاً أسال دمي، يا قصة لست أدري ما أسميها. أنا أحبك، حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. يا من يدخن في صمت ويتركني في البحر، أرفع مرساتي وألقيها. إهداء إلى حبي الأول. شلون هاي الرسائل كلها بدي وصلها لهادي ويعرف بقى اني بموت فيه؟ تمام، شو رأيك نبلش بقصيدة وطني وأعرابها؟ أوف، دغري بدك تفوت على الإعراب؟ إيه، طبعاً، دغري منفوت على الإعراب. ومن الإعراب يا ستي،
بنعرف وين مكامن الضعف عند حضرتك. بسموه تقصير مضعف. اصلا الصفتين ما لهم مناح. شو قصدك يعني انا كسلانه؟ ماما يا ماما تعي اسمعي، قال انا كسلانه. يا الله شو بتنقي يا امي، مو معقول تهلكيني في نقك. تفضل امي تفضل. الله يسلم ايديكي. ليش معذبة حالي خالي؟ لا معذبة حالي ولا شيء، بالعكس انت متعذب معنا. لا الله يسامحك، يعني هي تجربة بالاخير انا بدي درس يعني. ايوه وما لقيت تجرب غير فيني يعني. ايوه لا تواخذيني، والله هيك نصيبي. امي عادي لشوف عادي. يلا امي انا بالمطبخ، اذا لازم لكم اي شيء بخبروني. ايه يعطيك الف عافية. ايه وهلا بنرجع للدرس. يقول الشاعر: أين أنا ممن أود أو ما للحظ بعد الجزر مد. ليش ما خطر ببالي أنه يدرجسني إلي؟ يا ربي على الحظ. وشو اعراب اينا؟ ما بدها ذكاء، اسم استفهام. اها برافو، عن جد برافو، فاجأتيني. طيب يا ستي ممكن تكملي لي اعرابها مشان صفق لك؟ اه شلون يعني؟ اها يعني اسم استفهام على شو مبني وبمحل مين؟ ديلي تفضلي سجلي لي عندك. تفضلي. اسم استفهام مبني على الفتح بمحل نصب على الظرفية المكانية. على فكرة أنا بعرفها وكنت بدي أقولها بس أنت ما فتحت لي مجال. إيه لا عن جد لا تواخذيني يا ستي، هلأ رح أترك لك كل المجال بإعراب أين أنا. بس وينك؟ يا ريت تسجلي لي هذا الاعراب على دفترك هون. بتعرفي شو؟ أنا لازم بلش تدريسك من منهاج الصف السادس. أوف، وليش بقى؟ لأنه يبدو عندك عقدة الهمزة. معقولة؟ ولا كلمة بدها همزة كاتبتيها؟ عادي، ما أنا من الصف الأول ما بكتبها للهمزة، ولكني صرت بكالوريا. يعني قصدك تقولي إنه الهمزة ما لها طعمة؟ مو هيك، بس مو كتير ضرورية. خير إن شاء الله. يا أمي يا أمي مشان الله افهمي علي، هاي البنت ما بتقدر تفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، لك ما بتفهم بالهمزة نهائيا. طول بالك يا أمي، يعني بكره بدك تدرس اولاد ابتدائي، بدنا نروح مطاطا. يا ماما هدول اولاد يعني بتهدديهم بتعيط عليهم، لك حتى اذا بدك تشجعيهم بتحطي لهم نجمه عجبينهم بتعطيهم مرحب يدرسوا، بس هي دبه شلون بدها تفهم؟ عم تقول عليها دبه مشان همزه توصل وهمزه قطع؟ لا مو حلوه مو حلوه مو. يا حرام شو دمه تقيل، لو مفكر حاله عبقري زمانه. قال شو لو بيطلع بايدك ترجعتك للصف السادس؟ يعني انا بس بدي افهم شو اللي مو عاجبك فيه؟ اعتبريه شي استاذ بمدرستك. الاستاذ يا انسه هزار مفروض علينا.
بس هاد مين فرضوا علينا؟ نحن فرضناه على حالنا. طيب أنا بس بدي أفهم ليش ما بتحبي لهادي؟ أختي أنا ما بحبه، إذا بدك أنت خليه درسك. مقدم. يا ريت. شو ماني شايفته للمحروس هادي كأنه مانو بالبيت؟ نزل على الجامعة، هذا وقته. قال عنده محاضرتين بس. ايوه يعني كنت حابة اشوفه شوي. خير شوفي. لا لا ما في شي، لا يغلي قلبك، بس يعني بصراحة انا كنت حابة اقول له يعني انه يطول باله شوي على هبة. ما بعرف انه يجي بكل هالنكاد. لا شو هالحكي شو هالحكي، الله يسلم لك ياها. يعني البنات كلهم بهالعمر ما بيعجبهم العجاب ولا الصيام برجب. لا والله يا مهدي مو هيك، بس هي اختها هزار بيناتهم سنة وحدة، ما هم مثل بعض. بدك تطولي بالك عليها. والله والله هادي فرجاني نجوم الظهر وقت البكالوريا، طول الوقت متوتر. بس بنتي من قبل البكالوريا وهي بهالأخلاق. طولي بالك طولي بالك. تشربي قهوة؟ اي والله يا ريت، خليني أعدل هالمزاج. هادي كيفك؟ تمام انت كيفك؟ تمام الحمد لله. جاي لعنا اليوم؟ ايه ان شاء الله هيك، بس لحتى اتغدى وارتاح شوي مش لعندكم. تعال تغدى عنا، اكل ماما كتير طيب. ايه اللي عم تحكي لي على طبخات امك؟ ما شاء الله سكبات من عندكم وبالعكس. تفضلي. ان شاء الله دايمة يا رب. صحتين وعافية. وين رايحة؟ مغليكي نساوي غدا والنادي للبنات. مستعجلة كثير، عندي هيك كومة شغل. حبيبي الله يرضى عليك، يعني بدي منك ما تزعل من هبة، هيك طبعا شو ساوي؟ ولا يهمك خالته، أنا بالي طويل. الله يرضى عليك يا يلا عن إذنكم. إذنك معك معك. الله معك. إذا أمها مش تلقى أنا شلون بدي أتحملها؟ الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا خالتي. وهي فنجان القهوة السادة اللي أنت طلبته. يسلموا إيديكي. وهي فنجان الحلو اللي أنت بتحبيه. لك يعيشوا. درسي منيحة. لكم. ما بعرف شلون بتشربوا هالقهوة سادة. في شغلات بالحياة حلوة وطيبة مثل ما هي، مثل ما الله خلقها، بس إذا ضفنا لها شيء بتنتزع. أوف، يعني مثل شو؟ مثل القهوة. خلينا نرجع على درسنا برأيي. مساء الخير. مساء النور علينا هزار. شو هزار في شيء؟ لا ولا شيء. يلا هبة اكتبي لك. مارست حيث رست فلك النوى. شوي شوي عيدة. مارست حيث رست فلك النوى. على مهلك ما لحقت شي عيدة. مارست حيث رست
فلكو النوى. فلكو؟ نوى. ما أعراب ما. نافية لا عمل لها. كتير منيح. ساوي لكم قهوة؟ شو بكي هزار؟ شو مو شايفة القهوة قدامنا يعني؟ اوكي عن إذنكم. إذنك معك. إيه نرجع. أعراب رسمت. وليه رح يوقف قلبي؟ كنت على يقين أن يوماً ما ستصلك رسائل وقد تفاجأ بما أكنه لك من حب، ورغم خجلي كنت مصرة أن تعرف مقدار حبي لك، وأتمنى أن تبادلني هذا الشكر. المغرمة أتش. معقولة ورا هالغطرسة وشفت الحال في كل هذا الحب؟ ايه؟ ليش لا؟ احيانا الخجل بخلي البني ادم يعطي ردات فعل وتصرفات ما حدا بيتوقعها. خير فيك شي؟ ألو وين صرت؟ لا أنا منيح رواق كله تمام. طيب شو بتحب نبلش؟ على ذوقك يعني شو ما بدك. هلا أنا من جهتي مو جاي على بالي أدرس بالمرة. إيه؟ مثل ما بدك. هلا بنشرب قهوة وهيك بنقعد بندبش وبترتاحي، شو رأيك؟ طار العريس. تفضل عادي عادي. شكرا ابو. يسلمك. انت وين فنجانك؟ انا ما بشرب قهوه. بتعرفي شو؟ شو؟ هي اول مره بشرب قهوه فيها سكر. وانا اول مره بشرب قهوه ساده. لك يخرب بيتك شو دبي، ما على اساس تعرفي كيف بيحبها. خاف لك ها. يسلموا ايديك. الو هاي وين صرتي؟ اساوي لكم غيره؟ لا لا يسلم. روحي لحالك لا تساوي لنا غيره، روحي انقلعي على غرفتك يلا بدنا ندرس. بتعرفي شو؟ هي اول مره بشوف في بعض بتضحك. اللي بيعرفها لابو بيعرف قديش طيوبه. يعني كشف طلعي قومي انقلعي على غرفتك قومي. العمى شبه هاد هيك انقلب فرد قلبي وليش هيك عم يتطلع فيني؟ أبصار. هي؟ ألو؟ لك هاي؟ لك شو بكن اليوم كلياتكن جادبينا؟ ايه ايه يلا. يقول الشاعر أبهوب فيك شي؟ هادي محيرني. شو حيرك؟ ما بعرف شو بدي قلك. هلا أنا بصراحة ما كنت طيقه بنوب، بس ما بعرف ليش حاسته اليوم كان كتير ظريف. ايه أنا من زمان بقلك إنه هادي ظريف، بس أنت مدري كيف كنتي شايفتي. لا أنا كنت شايفته صح، بس هو متغير هاي الفترة. بتعرفي لك طلع بيمزح وبيضحك وبينكت. بعدين حزري شو؟ بلشت أفهم شوية أعراب. هاي كتير منيح. هاي وين سرحتي؟ تصبح على خير. Thank you.
شايفة يا أم حسان هالولاد كبروا؟ إيه لا كبروا ولا شي، نحن اللي كبرنا. ماني مصدقة إمتى هادي يتخرج لأفرح فيه. ليش لا؟ الله يهنيها اللي بدها تكون من نصيبه. يعني قوليك إذا رحت أخطب له بيعطوني؟ يو وليش حتى ما يعطوكي؟ هادي بيتقل بالذهب. ليش انتي لقيتي له شو عروس؟ والله يسلموا هالإيدين يا عروس. تفضلي ماما. رح أقول لك شي بس ما تتمسخر علي. شو؟ أنا بلشت أحب اللغة العربية. يعني يالا؟ مين هي؟ يعني أنا قصدي إنه أنت لازم تحبي اللغة العربية لأنه هي مادة أساسية بالبكالوريا. بس لسه في عندي مشكلة مع الهمزات، تقول في طار بيني وبينه. خلص إلك علي، أنا صالحكم مع بعض. بلا شو هلا جاي تصالحنا بعد ما خلص المنهاج؟ يعني بس السنة الجاية بركي حبيتي تقدميها. بلا بعيد الشر. يلا بنرجع للدرس. يقول الشاعر: أين أنا ممن أود تعلمت في اللغة العربية ملايين الكلمات وقرأت معظم دواوين العاشقين، ولم أجد إعراباً يشرح ما حل بقلبي. لم أعرف ماذا سأكتب لك، نسيت كل الحروف وضاعت مني كل المعاني، ولكن سكر قهوتك ذاب في عروقي وسرى في شراييني وعلمني لغة كنت أجهلها، رأيتها مطبوعة في عينيك. هاتي قليلي هلا، بتضمني علاقة النجاح ولا ما بتضمنيها؟ يا أم حسان ما حبيت منك إياها، يعني بدك تقولي شي 55 من 60. حلو. لا لا لا، والخمس علامات وين راحوا؟ بالإعراب. الله يسامحك، كم مرة قلت لك ديري بالك من الإعراب؟ هلا 55 من 60 ما عاد تعجبكم؟ شايفة البني آدم شو طماع؟ شو يا جماعة رح تضيعونا الفرحة؟ إن شاء الله بتعوضهم بالفحص النهائي. إن شاء الله. هي يعني ما في فرق. إذا مشان الحلوان مسامحين. ومين قال لك ما في حلوان؟ ايه عامله رز بحليب، رح تاكل اصابيعك وراهم. قومي جيبي لهم البرات بسرعه. لحظه لحظه، شربونا قهوه بالاول، بدك يانا نمشي. ايه ايه يلا. بس علمي الفناجين. ايه اختي محسن، هي طمنا على هبه وفحصها الاولاني، وان شاء الله الفحص الثاني بيكون احسن من هيك. الله يطمنك على احبابك. بصراحه كنت بدي فاتحك بموضوع، بس قلت من أجله لتخلص هبة فحص ونطمن عليها. خير أختي أم هادي خير. شوفي أختي أم حسان، بدي أطلب منك طلب، بس شو ما كان جوابك، شو ما كان جوابك، ها منضل جيران وأهل وحباي. خير أم هادي، وهوشتيني. لا تقبريني، لا تتوهوشي. أنا الصراحة جاي اطلب ايد المحروسه بنتك هبا لابني هادي. ام نتشرف، اهلا وسهلا فيكم. امر ان شاء الله المبروك يا رب. تسلم لي هادي. شو بدي اقول لك؟ شوفي انت بتحبها لهبة؟ عفوا، بس انت ليش عم تساليني هذا السؤال؟ الله يوفقك، جاوبني، انت بتحبها لاختي؟ ايه طبعا بحبها، لكن ليش خطبتها؟ بعدين انت ممكن افهم ليش عم تسالي؟ لا
ليكون هبة هي اللي بعتك. لا أكيد هبة ما بعتتني، أنا جاي من حالي. طيب شلون حبيتها؟ هلا أنا اللي بدي أسألك، يعني ليكون في بحياتي هبة حدا تاني؟ لا أكيد، لا يروح مخك لبعيد، هبة هي بتحبك إلك وأنت أول شاب بحياتها. بس طيب شو فيها زارح؟ احكي لي لأنه أنا عندي موعد، احكي لي بسرعة. مو مشكلة هزار، أنا المسا بجي لعندكم ونحكي برواق، صار لازم ملاحق موعدي. بالإذن. انتي شو بكي اه؟ شو قصتك؟ من لما سمعتي انه هادي تقدم لي وانتي متغير علي كتير، لك حتى مالك نفس تطلعي فيني. قلت لحالي اختي اول وحدة لازم تبارك لي، اول وحدة لازم تفرح لي، لك تزلغط لي على القليلة. بس لا، استكترتي علي اني حب. يا ست هزار انا بحياته قلبي ما دق، ولما دق صرتي تحكي على الزلم انه مو منيح. نسيتي لما كنت تدافعي عنه هلأ صار مو منيح؟ مو بس شكله أنا ما لازم حب ونحب، ما بيلبق لي. هزار إذا في شي بدك تحكي يا ريت تحكي. صحيح هزار، أنت كان بدك تقولي لي شي؟ إيه مزبوط، كان بدي وصيك بأختي وحبيبتي وتوأم روحي واللي سعادته سعادتي وفرحة فرحي. وكان بدي اقول لك انه هلأ لازم تحلف قدام الكل انك ما تبعد عنها ولا تتركها، لانه مثل ما قلت لك هي قطعة من روحي. ايه صحيح، اذا شي يوم صار تكتب الهمزة او كانت تكتبها لا تتفاجأ، لانه مثل ما قلت لك هي قطعة من روحي.